يا هلا يا هلا. مساء الخير يا عمر. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضلوا احنا في انتظاركم. حياكم الله. اتفضلوا. ها هو عروة بن الورد مصارع الأسود، حدثناها عن عنتر. حدثوني عنه. اتفضل. وشوقوني إليه. جاي لك بين الجبلين. وليش بين الجبلين؟ بيننا وبين الجبلين مسيرة يومين. هقول له يا عنتر، بين الجبلين لمحنا سبع غضنفر قاطع الطريق على الناس، روح واقتله. لو جبت لي راس عنتر اعطيك حتى ارضيك. انا لا اريد احد يعلم اننا قتلناه، الناس يعيبونا ويلومونا. اقطعوا لكم ارباع ارباع وقولوا السبعة اكلة. بعد ما تقطعوا اطراف اطراف ادفنوا. اشرب. قولوا معنطر مات. عنتر مات. عنتر مات. هجيب لكم بدل الاسد اسدين. ظلمنا هذا الولد المسكين، والله خساره في الموت. ونسيت أفعاله مع سمية؟ وإيش قال في عبلة؟ هذا حق الحرق بالنار. طلع لوحدي واريد اكله لوحدي. واحنا نقف نتفرج عليكم؟ ها؟ اذا لقيتوني متحير اهجموا عليه. ايش تعمل هنا يا اسود الوجه؟ انتظر سبع غضنفر قالوا قاطع طريق. انا السبع الغضنفر يا عبد السوق، انا عروة بن الورد مسارع الاسود. وانا عنتر بن شداد يا ملاعب القرود. ملاعب القرود؟ انا طوى قطعك شرايح واحملك هدية لبني عبس واقبض تمنك. تقبض تمني؟ انا اريد اقبض روحك. أكلوا عروة والله، أكلوا. وتابع لك يا عنتر، انا وانت على ذاك اللي يريده موتك. يا الله، انظر انظر يا شيخ. هات العطر يا ولد، خلوني اعطر العريس. أخي عمارة الزيادي يعرف الحاضر والبالي، الفارس المغوار اللي لا تنطفي له نار ولا ينزل للوجار. جاي يخطب بنتك عبلة على مهره 500 ناقة و2000 قباش. عبلة تعيد عريسها غني،
شجاع جميل. إن كان على الغنى فهاك هداياه، وإن كان على الشجاعة فالأسود تخشاه، وإن كان على الجمال فهاك انت تراه. أبيض أكحل؟ أكحل أبلش؟ أبلش أفلش؟ أفلش. هذا أحلى عريس جالك. قولي أحلى عروسة. عنتر غاب يا ناجية، صار له يومين. الكلمة بعد الشورى. حدثهم يا عمارة عن صيد الأسود. كانوا أسدين بل أربعة أسود. مضى يومين يا عنتر ولم تنظر إليك عيني، وبعدك والله شاغلني وكاويني وساليني. هولك يومين لم تسمع وحوش البادية صوتك، هولك يومين والأندال تستنى نهار موتك. ومين هم الأندال؟ المتعطرين المتسبسبين اللي خافوا يواجهوه راجل لراجل. الربيع وأخي. تقولي هذا عن الرجل الكريم اللي ستر علينا بعد ما فضحنا العبد اللئيم بأشعاره وأجوانه؟ غدا يعود عنتر ويقطع راسه. راس عنتر اللي انقطعت وجاياك تشوفيها بعينيك. بقيوا أسدين طلعت لهم بسيفين، الأول بضربة واحدة شقيته نصفين، والتاني فر واختفى بين الأدغال كما تختفي الأطفال. كده يا أولاد ولا لا؟ أيوة والله. لقيتهم عنتر؟ راح عنتر راح والله راح. يا ويلي يا ولدي يا ويلي، قتلوك يا ولدي قتلوك، عمك وأبوك قتلوك. مبروك عليك عبلة. أجل لي دخلتي حتى تتم فرحتي. الفرحة تتم عندما جينا راس عنتر. اطمئن، وحتى إما قتلوا عروة أنا أتكفل بي. يا عبلة، عنتر حي، عنتر حي. ايه بتفعلي هذا قدام خطيبي؟ لا خطيبي ولا اعرفه. اللي بعتوهم يقتلوني اسرتهم وعفيت عنهم، اما عمارة زيادي اذا طمع في عبلة فلا اعفي عنه ابدا. خرجت عن حدك يا اسود الوجه، يوم تدعي انك عبسي ويوم تتطاول على سيادك بالفعل والقول. وراس أبي لو سمعتك تذكر عبلة بشعرك لقطع راسك بسيفي هذا. تبت يداك يا صعلو، تتطاول على السادات. لك ساعة سودة مثل وجهك لما لقاك خارج الحي. هاي الحقني خارج الحي. أخاف على سيفي ليدنس من دمك. اقتلوه يا رجالي. Thank you.
قوم اسمعوا كلام الامير زهير يامركم بالخف عن القتال يا بني عبس ويا بني زياد. العربي ما يحارب العربي مهما كانت الدواعي والاسباب. يا ابناء العم يا ابناء الخال ما تستحوا؟ يا امير زهير ما قولكم في عمارة الزيادي؟ سيد ابن سيد. فلما يعتدي عليه صعلوك يرعى الغنم ايش يكون الحكم؟ الصعلوك يتأدب. واذا طغى هذا الصعلوك وتطاول على الاعراض والانساب يقتل. الحمد لله ها انت يا امير زهير حكمت على عبد شداد بالموت. اقتلوا يا عمارة. لا لا اريد احد يقتل عنتر. اذا قعد عنتر في هذا الحي فيا ويلي وويل بنتي وقومي من شعره ومن افعاله. خليني اترك ارضي واموالي واتشرد بعض الامان وانزل بعض العز ما دمت امرت بهذا. اسمح لي بالرحيل. لا اسمح لك بالرحيل لا انت ولا بني زياد. والأصوب يرحل عنتر. أؤمر بالرحيل يا أمير زهير. لا يأمر شداد. يطول عمرك. مالك أخي ابن أمي وأبي لا أقدر على غضبه. وبني زياد أبناء عمنا لا أقدر على مخالفتهم. لا تتحير يا مولاي شداد. أنا راح وهذا سيفي وهاك رمحي. تكفيني عصا أهش بها على جمالك وأغنامك. أما أنتم يا بني زياد إذا أردتم قتلي فلا تبعثوا عروة، ابعثوا 1000 عروة من عراويكم.